ينضم إلي الآن من أبو ظبي إلي حبيب، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في أنغامي. أهلا وسهلا فيك معنا إلي. طبعا أنغامي قصة نجاح كلنا نفتخر فيها، أعطينا شوي بس من عندك، كيف هي الآن التجربة مع كون أنغامي شركة مدرجة، وشركة مدرجة في سوق طبعا معاييرها عالية ومرتفعة؟ بيقولوا عادة عندما تتحول الشركة إلى تصبح شركة مساهمة عامة بيصير تركيز الإدارة أكثر على إرضاء المساهمين، وسعر السهم أكثر منه على الإنوفيشن والتطوير المنتج. أول شيء شكرا لاستضافتي. نحن فخورين إنه نكون عملنا IPO بفبراير، يعني مش من كتير زمان، واليوم قادرين عم نطلع أرقامنا وعم نحكي عن تطلعاتنا للمستقبل بذات الوقت. أكيد شركة وقتها بتصير IPO بتتغير مثل ما أنت قلت، بس نحن نسبة لإلنا أول شيء، أول حدا بنحكي معه وبنطلع فيه ونشتغل له هو المستخدم تبعنا والفنانين اللي عم يشتغلوا معنا واللي عارفين إنه بيقدروا يوصلوا بأنغامي أكبر من غير مطرح. أكيد الشير هولدر تبعنا هن كتير مهمين، وبدنا سعر السهم نهتم فيه، وبس كله بصير مربوط ببعضه. يعني عم نتعلم إنه وقت نكون هيدا أول IPO لإلي، بقول وعم نتعلم وقت شو يعني نكون شركة public، شو يعني علينا نحن نطلع results. احنا مش مطلوب منا نطلع results تبع الإيرادات تبع الربع الأول تبع 2022، لأنه نحن public foreign issuer مفروض نطلعهم كل 6 أشهر، بس نحن حبينا كشركة تكنولوجيا نطلع إيراداتنا كل 3 أشهر ونخبرهم لو مش مطلوب منا من الناسداك. سو عم نجرب نتعلم نشتغل شو يعني لازم نكون transparent ونطلع أرقامنا. نحن حبينا نحط أرقام 2021 اللي هن الأوديتد نمبرز، واللي بيّن على قديه ارتفع مثلا إيرادات الإعلانات 70% سنة الماضي، وإيرادات الاشتراكات كمان كبروا مع تحويل إلى اشتراكات شهرية أكثر. طيب، واللي شيء جديد عندنا بالمنطقة العربية. نعم، بس اكيد الخير لقدام مثل ما بقولوا ان شاء الله. هو هذا اللي بدي اسالك عنه، انا بدي اسالك على القدام، شو هي طموحاتكم ولاي درجه، يعني بحكم انه انغامي بتتوجه لنيش ماركت الى سقف، وين هذا السقف انتم بتشوفوه؟ هلا اول شغله بدي، كل شيء اسمه بيانات استهلاكيه لقدام، انه انا لانه public company كنت عم تحكي، ما فيهم ما بنقدر كثير نحكي عن القدام، هذا شيء بفتكر بتعرفوه. اليوم نحن ما بعتبر حالنا نيش ماركت بالعالم العربي، في عندنا اكثر من 500 مليون شخص قادرين نوصل له، واليوم بفتكر انه بعد المنطقه ايفر جرين بعد في كثير بوتنشل نقدر نكبر. واليوم نحن بنعرف انه انغامي كبرت بكوارتر واحد بس باطار هالربع الواحد كبرنا 23%، وعارفين حالنا انه رح نقدر نكبر اكثر بكثير بهذه السنه. بننتظر تقريبا انه ندوبل الريفينيوز تبع من 2021 2022، اكيد هذا بننتظره، مش هيدا الرقم اللي وير كوميتد تو، بس هيدا هو اللي نعتبر بنقدر نوصل له. ليه بنقدر نوصل له؟ لانه اول شيء عم نعمل عروضات حصريه واصليه مع partnerships، اوكي، شراكات مع فنانين لنقدر نجيب كونتنت ما يكون موجود الا عن أنغامي. اول شيء عملناه عمرو دياب، واللي بين انه عندنا صار عمرو دياب كبر 21% عندنا بس لانه عملنا partnership مع عمرو دياب، واخذنا روتانا اللي هي مكتبه كثير مهمه موجوده بالسوق السعودي كان في عندنا نقص فيها، وبين معنا انه بالجمعتين الماضيه كبرنا 17% بالسعوديه من وراء روتانا. يعني نحن عندنا منتظرين انه بالعالم العربي رح نكبر، بس كمان بلشنا عملنا بارتنرشيب مع ديش نتورك وسلينك بامريكا، وعم نكبر صرنا كمان بامريكا، لانه في عندنا الدياسبورا العرب اللي موجودين برات المنطقه العربيه، برات المنطقه العربيه هن منفيين كانوا. ما بعتبر انه الموسيقى بالمنطقه هي نيش، وهذا اللي كثير اساسي لنا. لا، انا كان قصدي لما قلت نيش، انت عندك ذكرت عندك 500 مليون حجم، يمكن حجم السوق. انا اذا طلعت على سبوتيفاي، حصة سبوتيفاي لحالها يمكن بالعالم 400 مليون ل 500 مليون مشترك تقريبا. ما رح نعمل كومباريزن، انا معك، ما رح. لا لا لا، شكرا. لا الموضوع انا معك، بدي اعرف انا كومباريزن بالمنطقة. تفضل. مزبوط، مش هيك؟ نحن ما عم نعمل كومباريزن بينه وبين شركه موسيقيه ثانيه. نحن
نحن بارت، نحن عاملين شركه للانترتينمنت بالمنطقه. يعني انغامي بلشت عملت ليبل جديده مع سوني اسمها فايب ميوزك، هذا شيء ما بيعملوا شركات ثانيه. نحن انغامي ليه؟ لانه بالنسبه لنا بدنا نخلق موسيقى لنكبار، مش بس بدنا نوزع الموسيقى. بس اهم من هيك، انغامي كمان عملت بارتنرشيب مع اد مايند، عم نفتح لاونجز. اول لاونج عم نفتحها انغامي لاب بالرياض، بالبولفار بالرياض باخر السنه، ورح نفتح بدبي وبمصر. هيدول الشيء منن كومباربل، ما بيتقاربوا مع حالة شركه ثانيه عم تشتغل بالموسيقى، لانه بنعتبر انه نحن النيش تبعنا هو الانترتينمنت بالمنطقه العربيه، مش بس الموسيقى. واليوزر هو منه ديجيتال بس، عايز بمنطقه ديجيتال. المستخدم اللي مثلي ومثلك عارف انه صار، خصوصا بعد كوفيد، بده يكون يروح على ايفنتس، بده يسمع موسيقى، بس بده يظهر بالعالم الحقيقي، مش بس العالم الديجيتال. وانغامي مفروض، ورح تشوفوا هالجمعه والجمعه الجايه، انه انغامي عندها قصص جديده رح نعلنهم، لانه بالنسبه لنا لازم نكون 360 مش بس ديجيتال. هذا شيء كثير اساسي بانغامي، فرق بينه وبين كل شركات اللي بسموهم دي اس تيز يعني. واكيد معك حق بالكومباريزن. حسب قديش توقع حسب من السوق، شو عندك منافسين بالسوق، ومن وين ممكن انك انت تاخذ هيدي الحصه؟ اهم منافس عندنا هو الكرسنه، اهم منافس عندنا هو الكرسنه، الاول والثاني والثالث، وبعدين بيجوا الباقيين. ونحن كثير مرتاحين نكون نعمل كومبيتيشن مع شركات ثانيه عم تشتغل بذات التيرمز تبعنا. احنا هذا شيء كثير طبيعي، وبالعكس بحفزونا نعمل اكثر، وبحفزونا نكبر ونخلق قصص جديده. المشكله اللي عندنا بالعالم العربي انه في كثير عالم ما بيستوعبوا ليه اليوم بدنا ندفع او بدنا نشترك ببلاتفورم للموسيقى، ما زال فينا نستعمل بايرسي. وهيدا اللي نسبه لنا اهم شيء، ليه عم نظهر للعالم مش بس الديجيتال، لنكون بالعالم الفيزيكال، لانه بدنا نذكر الكل انه نحن موجودين بعالم حقيقي، بدنا نكون موجودين معكم بكذا بكذا ايفنت او بكذا حاله حقيقيه مش بس ديجيتال. ولانه الموسيقى والفنانين اللي عم نشتغل فيهم هن في عندهم بوتنشل كثير كبير نقدر نكبرهم ونشتغل معهم. وها هي انغامي اللي رح تشوفوها بال 2022. أتمنى لكم التوفيق إلي حبيب، شكرا جزيلا لحضورك معنا اليوم.